لم تترك ميليشيات الحوثي جريمة إلا وارتكبتها بحق المواطنين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، كغيرها من المناطق اليمنية التي طالها بطش الميليشيا المدعومة من إيران، فقد استهدفت منازل المواطنين بالصواريخ البالستية وطائرات المسيرة، وقتلت الأبرياء وانتهكت الحرمات وتركت مآسي لا تحصى في كل قرية وبيت. الطفل جهاد ناصر القحيح ذو 7 أعوام ما هو إلا واحد من بين الكثير من الضحايا المدنيين الآمنين الذين طالتهم الجرائم الحوثية في مديرية عسيلان. تم استهداف منزل الشيخ علي محسن القحيح الحارثي في مديرية عسيلان، واستشهد في المنزل حوالي 14 شهيد، وتم استهداف المدنيين لحيث المنزل لم يحتوي إلى وجود أي قوة عسكرية أو أي شيء، ودمر المنزل كاملا، ودمرت عدد من الخسائر المادية من السيارات حوالي 10، وكذلك استهدفت الناس بدون أي أسباب من قبل الميليشيات الحوثية. ونطالب المنظمات الدولية والمدنية بالرفع بذلك والتقصي والتحري عن ما يقوم بها ميليشيات الحوثية من استهداف للمواطنين، ونطلب من الجهات المختصة بإنصاف المدنيين من ميليشيات الحوثية بما تقوم به من استهدافات للمدنيين داخل مديريات عسيلان وجميع عموم أنحاء اليمن. في 5 يناير الماضي، وبينما كان الطفل جهاد يلعب مع عدد من أفراد أسرته في حوش منزلهم وعلى حين غفلة، دوى انفجار عنيف نتيجة سقوط صاروخ باليستي حوثي خطف روحه ضمن 13 شهيدا وأكثر من 20 جريحا من أفراد أسرته وجيرانه خلفهم القصف الصاروخي. لم يكن الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على منزل الشيخ علي القحيح الحارثي في عسيلان يستهدف موقع أو منشأة عسكرية، ولم تكن خسائره بالهينة، بل أزهق أرواحا بريئة من المدنيين وألحق أضرارا جسيمة بالمنازل والممتلكات الخاصة. استهدف المنزل الشيخ علي محسن القحيح، واستشهد داخله مدنيين أبرياء، وكذلك استشهد الطفل جهاد ناصر علي القحيح، وأصيبت طفلة ما تجاوز عمرها 6 سنوات، وكان الأطفال يلعبون داخل حوش المنزل، كما استشهد المدنيين داخل منزل الشيخ علي محسن القحيح ومن قبل ميليشيات الحوثية استهدفوا، كما استهدفت عدة منازل بمديرة عسيلان واستشهد فيها عديدا من الشهداء بسبب وجود الحرب بالمديرية من قبل الميليشيات الحوثية. وما كما نؤكد ونطالب الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية في متابعة تلك الجرائم التي يرتكبها ميليشيات الحوثية بحق المواطنين والمدنيين. ما تعرض له منزل الشيخ علي القحيح الحارثي من استهداف حوثي إرهابي واقعة تدخل في توصيفها القانوني جريمة حرب، بقدر ما تجسد صورة حية لجرائم الحوثي اليومية بحق المدنيين دون وازع ديني أو أخلاقي أو أدنى اعتبار للحرمات والأعراض أو احترام لمبادئ القانون الإنساني الدولي الذي يجرم هذه الأفعال ويصنفها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.